نقاش هذا الملف الإنساني. ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أهلا بكم سيد ضياء. أهلا ومرحبا. وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، فإن 11 موقعا في العراق يعاني فيه النازحون من ظروف معيشية صعبة. كيف ترى تعاطي الحكومة في بغداد مع أزمة النازحين؟ حقيقة النازحين بالعراق الموجودين في الوقت الحاضر في داخل العراق هم حدود 4 ملايين، ولكن النازحين الموجودين في المخيمات هم حدود 1,700,000 يعيشون في المخيمات العراقية. احنا نتحدث اليوم عن هذه المجموعة، حدود 2 مليون عراقي يعيشون تحت رحمة الحكومة العراقية، والحالة الإنسانية الموجودة في الوقت الحاضر في هذه المخيمات سيئة. الحكومة لا ترعى هذه المخيمات بالصيغة الموكلة إليها دوليا، ولكن المنظمات الدولية والهمن رايت تتكلم بهذا الموضوع من ناحية التعليم والمواد الغذائية وكل الحالات اللي تعاني منها النساء والأطفال والكبار السن في هذه المخيمات. المخيمات هي حقيقة في حالة لا يمكن أن تطاق، والناس الذين يعيشون لا توجد مدارس ولا صحة كافية ولا أي شيء يحمي هؤلاء المواطنين من التدخلات ومن العيش الكريم في العراق، في بلدهم العراق. بالوقت الحاضر هذه الميليشيات الموجودة في العراق والمدعومة من الحكومة العراقية ومباشرة بها من كل قوى الشر، إيران وغير إيران، نعم هذه القوة تبتز اللاجئين الموجودين في العراق من الناحيات الإنسانية وتغتصب هنا وهناك. فيها حالات كثيرة موجودة في اغتصاب من النساء، هذه الحالة موجودة سنتحدث عن حالة النساء في العراق، لكن قبل ذلك نتحدث عن هذه المخيمات المؤقتة وإلى أي مدى تتوفر فيها أبسط ضروريات الحياة، خاصة أن هؤلاء النازحين معظمهم من النازحين بشكل عكسي نظرا لعدم توفر هذه الشروط، شروط الحياة في مدنهم الأصلية. نعم النازحين الموجودين في هذه المخيمات هم نازحين، أولا بعضهم لا يسمح له بالعودة إلى المكان اللي هو نزح منها، إذا كان في الرمادي وإذا كان في الموصل وإذا كان في مناطق أخرى من العراق. نعم. النازحين ليست مخيرين في العيش في المخيمات، وإنما مرغمين العيش في المخيمات، لأن لا توجد وسائل عيش إلا العيش في المخيمات. الحكومة العراقية هي المسؤولة الأولى عن ما يحدث في هذه المخيمات، ولكن الحكومة العراقية ملتهية بالسرقات والنهب وكثير من الأشياء، تمنع الحكومة العراقية من التدخل المباشر لحل مشكلة اللاجئين في المخيمات، وهي 4 ملايين موجود داخل العراق نازحين من مناطقهم، ليست 1,700,000 الذين يعيشون في المخيمات العراقية بالوقت الحاضر. هناك أطفال عراقيات أيتام، هناك نساء أرامل، هناك عدم القراءة والكتابة حدود 6 ملايين، أعداد مخيفة في العراق موجودة لحد هذه اللحظة. والولايات المتحدة الأمريكية يعني ترى هذا الشيء وتعلم هذا الشيء، ولكن لا تحرك ساكن أبدا. بالحديث مع الأسف تفضل. مع الأسف المنظمات الحقوقية الإنسانية تدعي وتقول وتتهم الحكومة وتتهم الميليشيات وتتهم كل المؤسسات التي تعمل من أجل العيش الكريم في المخيمات، ولكن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرى هذا ولا يعمل أي شيء، لأنه الحالة الموجودة في العراق حالة مزرية جدا. الحديث عن الميليشيات ومسؤوليتها في أوضاع النازحين وتحديدا النازحات، كان هناك فيديو تم تداوله مصور بين ميليشيات الحشد والحشد اليزيدي الذي حمل أحد أعضائه حمل ميليشيا الحشد عملية سبي النساء اليزيديات وبيعهن بملايين الدولارات. كنت قد تحدثت قبل قليل أيضا عن نسب كثيرة لاغتصاب النساء في هذه المخيمات، كيف تقيم وضع المرأة العراقية النازحة
في مخيمات النزوح؟ هي على العموم، بعد 2003 ولحد هذه اللحظة سيدتي، أنت تعلمين أنه تبدل الدستور العراقي وأصبحت الأمرأة العراقية هي رهينة السياسيين الموجودين في العراق. نتكلم بهذا الموضوع ونتكلم بالموضوع الآخر اللي هو يسند هذا الموضوع، الحشد الشعبي والميليشيات تغتصب النساء العراقيات في كل المواقع التي موجودة هي فيها، حتى في المخيمات العراقية. هذه العملية ليست على اليزيديات فقط، نعم هناك سبي صار للنساء اليزيديات من قبل داعش وبعدين من قبل أخواننا الأكراد أيضا تم هذه العملية، ومن الميليشيات الموجودة من الحشد الشعبي العراقي الموجود في العراق. هذه كلها المؤسسات أتت لتدمير العراق، كل هذه المجاميع هي أتت، حتى الداعش هو أتى لتدمير العراق. هذه المؤسسات الذي تعمل في الوقت الحاضر لا يمكن أن تعمل في هذا المجتمع وفي هذه الحالة من الفوضى في المخيمات العراقية. المخيمات الموجودة في الوقت الحاضر مخيمات سيئة جدا، النساء يغتصبن، الأطفال حالة مزرية، لا يوجد العلاج ولا يوجد القراءة ولا توجد العفو ولا توجد المدارس. نسبة الأمية في العراق 6 مليون، لا يمكن أن تصف في هذا في مجتمع حضاري، وممكن هذا المجتمع الحضاري يتقدم إلى نسبة الأمية في 6 مليون، نسبة البطالة 31 مليون. يعني هذه النسب مخيفة جدا. العراقيين تحت خط الفقر 35%، عمالة الأطفال 9% من الأطفال يعملون، تركوا المدارس وتركوا العمل ويعملون في 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 الشوارع لكسب المال لعائلتهم، وأغلبهم لا يوجد لهم أب ولا يوجد لهم معين. نحن نعلم أنه 2 مليون امرأة أرملة عراقية، والأطفال والأكثر والأطفال عددهم 5 ملايين و500 ألف يتيم موجود عراقي. هذه الحالة المأساوية في العراق. شكرا جزيلا لك أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.